يا بسنت بقى الاسبوع مش عارف عنك اي حاجه. ايوه اول ما تسمعي رساله كلميني، انا قاعد في المشروع بتاعك. يلا سلام. يا عندليب ابلغ خبر سوء. انما ايه انت ابن حلال، وحياه ابوك تعلقه في المشروع بتاعي 5 دقايق. عايز اروح ادور على بسنت، بقى لي اسبوع ما اعرفش عنها حاجه. فوزي انا عندي طلبات ادويه مستعجله، وصاحب المصنع لما بيصدق الواحد يكح عشان يطرده. يا محروس انت عارف ان العاطفه بالنسبه للفنان، وانا فنان. وعشان انت فنان هقول لك على الخبر الحلو. فرح بسنت النهارده في مركز شباب. ما تقولش مركز شباب الدقي، نفس المكان اللي كنا هنتجوز فيه. ولا هتجوزها يا فوزي؟ ما تقولش الوضع سمع عشاب، كل الدق كان عارف وانا كنت رافض اصدق. ولا هيغني فرح؟ ما تقولش، اكيد هيجيبوا مطرب غيري. ما اقولش ايه، ما انت اللي قلت كل حاجه. فوزي انا بدوخ ولا ايه؟ مالك يا فوزي؟ لا انا مجروح. مجروح عشان بس انت تتجوز؟ لا عشان هجيبه مطرب غيري. محروس انا تعبان، حياه ابوك اطلب لي من القهوه شويه قرفه بلبن. حاضر. بس خليني ازود اللبن. وحياه ابوك. حاضر. ولا شعلانه. اوبا الحق الدائره، انا جايه وهيجرحوك بجد. طب اقفل الباب لا يشوفوني. ولا فين فوزي؟ يالا فوزي راح اجيب ايه؟ فوزي راح اجيب النقاش عشان يصلح الازاز. يصلح الازاز؟ مش شفت على الحساب اللي عليه وبعد كده يصلح الازاز؟ انا عارف، انا اصلح له الازاز. بقول لكم يا رجاله، عايزكم اصحاب الحراره من السنترال ده. اول اصحاب السنترال من الحراره. يلا يا رجاله. ايه رايك؟ كله تمام؟ تمام وزي الفل يا ريس. يبقى سلم لي على فوزي. يوصل. بقول لك يا محروس، خلي بالك من المشروع بتاعي عبال ما اجيب بتاع الازاز واجي. ها؟ خينا واطيا يا بسنت غدارة قذرة يا بسنت قولي نفسك بقى. بسنت وزي هما بتموت. روح هات للدكتور، انا مش قادر اخد نفسي. حد رايح فين؟ من على السلم اكل خلاص. عينيا يا امك. بسرعة يا ولا. حاضر يا شكري. امي جات لها الازمة بتاعت صدرها، هات لي الدكتور مسالك بولية وتعب بسرعة. سلام. مش هتقدر تغمض عينيك.